السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل بطاطس، بس مش اي بطاطس، بطاطس بنت ناس. وصفه جميله جميله جميله، يعني مكوناتها موجوده عندنا في البيت. هنحتاج لحاجات بسيطه قوي. كل اللي هنحتاجه بطاطسايه مسلوقه، ربع فرخه مسلوق، يعني كان ربع فرخه باقي من امبارح فرمته، او لو ما عنديش هسلق ربع فرخه واعمله، شويه بقسماط، ملح وفلفل، ومعلقه زبده، كمان جبنه شيدر مكعبات، 2 بيضه، دقيق، بقسماط مطحون، انا بحب احط سمسم وحبه البركه على البقسماط. هناخد البطاطسايه ونهرسها، نهرسها كويس قوي. هنحط عليها الزبده والملح والفلفل، وكمان معلقتين البقسماط، ونهرسهم مع بعض جامد لحد ما يطروا وينعموا، يدوني عجينة أبقى أقدر أشكلها. أحط عليهم الفراخ المفرومة، أنا الفراخ هنا فرمتها في الكبة ناعمة اهو زي ما احنا شايفين كده، أحطهم على البطاطس وأخلطهم كلهم مع بعض، أعجنهم بإيدي لحد ما تديني عجينة سهلة التشكيل. هعملها لكور، أبططها شوية على إيدي، وبعدين أحط في كل واحدة مكعب من الجبنة الشيدر. ما كترش الجبنة قوي علشان ما تطلعش مني من البطاطس، يعني إن شاء الله شوية البقسماط اللي حطيناهم مش هتخليهم يطلعوا، لكن يعني احتياطي. أخلص كل المقدار وابدأ أعمل التغليف اللي بره، اللي هو البيض والدقيق والبقسماط. هضرب البيض معاه يعني حبة فلفل صغيرين وشوية ملح، هنا هقلب حبة البركة والسمسم مع البقسماط واضرب البيض. أبدأ أخد الكرات بتاعة الفراخ والبطاطس أحطها في الدقيق، وبعدين البيض، وبعدين البقسماط. انا هنا بحب الكفر يبقى يعني اتخن شويه، فبرجعهم تاني في البيض وبعدين البقسماط، يعني بيض دقيق بقسماط، بيض بقسماط، يعني مرتين بيض ومرتين بقسماط عشان يديني كفر تخين شويه. اخلص كل الكميه وبعدين اقلي كرات الفراخ بالبطاطس. هبدا في العجينه بتاعه البسكوت اللي تحت البطاطس، برضو عجينه سهله وجميله ومقرمشه، هي عباره عن 2 معلقة زيت زيتون و 125 جرام من الزبدة، ملح وفلفل، بيضة، 2 معلقة سكر، والدقيق على قد ما تاخد، وهنا في شوية بابريكا لو حابين نحطه. هحط زيت الزيتون أو زيت عادي مش مشكلة، بس زيت الزيتون هيديها طعم حلو. أحط الزبدة، السكر، ملح وفلفل، البابريكا، أحط عليهم البيضة، ممكن أضيف 2 معلقة مستردة بس ما كانش عندي، بس بيديها طعم حلو برضو. هقلب المكونات دي كلها مع بعض، اخلطهم كويس جدا، وبعدين ابدا ازود الدقيق. الدقيق على حسب ما يجي معايا بقى، يعني على قد ما تاخد العجينه بحيث تديني عجينه سهله التشكيل. اعجنهم كويس وافردهم بالنشابه، سمك يعني 0.5 سنتي، ارش رشه دقيق صغيره كده من فوق ومن تحت عشان اقدر افردها كويس. انا هنا اخترت القطاعه المدوره مشرشره، هحطها في الدقيق بس شويه عشان ما تلزقش، وابدأ أقطع العجينة كلها. طبعا مقاس الدايرة يكون مناسب لمقاس الكرة اللي أنا عاملاها، كرة البطاطس والفراخ. هرصهم في صينية مفروش عليها ورقة زبدة، وأدخلهم الفرن. الفرن على 180، مش هتاخد 10 دقايق، 12 دقيقة بالكتير. هنا أدي البسكوت وأدي الفراخ. عندنا 2 معلقة جبنة كريمي حطيتها في كيس حلواني، وعندنا جبنة شيدر سلايز وزيتون. هعمل فتحة صغيرة من تحت في الكيس علشان ما ينزليش كمية كبيرة. اخد بسكوتة واحط عليها نقطة صغيرة في النص من الجبنة الكريمي، وعليها كورة بتاعة البطاطس. طبعا بقية البسكوت ده اقدر اشيله في يعني في كيس او في علبة لمرة تانية، او لو ما عنديش وقت، ولو مش حابين نعمل وصفة البسكوت ممكن أشتري أي بسكوت مالح وأحطه تحت البطاطس يعني، بس طبعا حاجة البيت دايما بتبقى أحلى.
هفضل اعمل كده لحد ما اخلص كميه البطاطس اللي عندي، وبعدين اخد الجبنه شرايح وبالقطاعه بتاعت البسكوت برضو بس شكل مختلف، يعني شكل ورده، هعمل ورده لكل بطاطس. اخد الخله بتاعت التقديم واغرزها في الجبنه والبطاطس والبسكوت علشان تمسكهم كلهم مع بعض. هم هيمسكوا بس يعني للتقديم شكلها حلو، وكل واحد هياخد بالخله كده البطاطسايه اللي هياخدها لحد ما اخلص. طبعا شايفين الشكل عامل ازاي، والبطاطس ما اقولكوش مقرمشه وجميله، طعم الفراخ مع البطاطس فيها تحفه، والبسكوت كمان جميل جدا، انصحكم تجربوه. اما لو مستعجلين ممكن نشتري بسكوت من بره يعني. بقيه الجبنه طبعا هنحتفظ بيها نستعملها في اي حاجه تانية. فكره تانية للتقديم بالباقي، ممكن زيتون اسود، ونفس الفكره هحط جبنه على البسكوت وعليها كره البطاطس بالفراخ وعليها الزيتونه، او اي حاجه بقى عايزين نزين بيها، ممكن فلفل ملون مثلا، اي حاجه. طبعا شايفين الشكل عامل ازاي، والطعم احلى من الشكل بكتير. يا ريت وصفه النهارده تكون عجبتكم، يا ريت ما تنسوناش باللايك وشير واشتراك في القناه، ويا ريت لو حد طبق الوصفه يوريني في الكومنتات، واي سؤال يكتب لي في الكومنتات، وبألف هنا وشفا.